ادعو وظن حاجتك بالباب. مثل ما أنتوا إذا منتظرين واحد، بين اللحظة وأخرى يمكن أن يأتي من هذا الباب. شلون في حالة ترقب؟ أي حركة في هذا الباب تشوفون أنه هذا إجا أو ما إجا؟ عندما يدعو المؤمن في مشكلاته يجب أن تكون له هذه الحالة، يعني هذا قلب مليء بالأمل، مو أنه يحتمل ويحتمل لا، لا، الآن تقضى الحاجة بهذه الحالة. واحد يتوجه إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى.